بتدور على عربية 7 كراسي وتكون عائلية ومساحتها واسعة تكفي عيلتك. أنا مريم مجدي من الأموال سيارات وجايبة لكم أرخص 3 سيارات عائلية في السوق، فخليكم معانا علشان تعرفوا إيه هم. العربية الأولى معانا هي جلوري S330. أول حاجة نتكلم عليها مواصفات المحرك، والعربية بتيجي بمحرك 4 سلندر سعة 1240 سي سي بقوة 95 حصان ومتصلة بنقل حركة يدوي من 5 نقلات، وبرده بتيجي بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي بقوة 115 حصان وعزم 145 نيوتن في المتر ومتصل بنقل حركة عادي 5 سرعات. تاني حاجة وسائل الأمان في جلوري S330، بتتقدم S330 بوسائل أمان أساسية، وكويسة في العربية العلامات الصينية إنها بتحاول توفر باقة أمان جيدة. ومن وسائل الأمان في الجلوري إنها موفرة وسادة هوائية للسائق وللراكب، ونظام فرامل مانع للانزلاق ABS، وقفل أمان للأطفال، وقفل مركز للأبواب، وكاميرا خلفية. تالت حاجة هي الشكل والمواصفات الخارجية، والعربية شكلها مناسب وباين عليها إن حجمها كبير وعائلية. العربية بتيجي بجنوط رياضية مقاس 15 بوصة بمصابيح أمامية وخلفية هالوجين ومصابيح ضباب ومراية كهربائية وحامل على السقف وزجاج خلفي ملون وكاميرا خلفية وحساس خلفي. رابع حاجة بقى الكماليات والتجهيزات الداخلية. مقصورة جلوري 330S مميزة وفيها كماليات معقولة على سعرها، يعني زي إن فيها شاشة بمقاس 7 بوصة بتعمل باللمس وتكييف هواء قوي ونظام صوتي مكون من 4 سماعات وراديو USB وAUX والعربية ب7 مقاعد. خامس حاجة بقى هي الأسعار، والعربية بتبدأ من الفئة الأولى 405,000 جنيه، والفئة الثانية 417,000 جنيه، والفئة الثالثة 442,000 جنيه، والأسعار مناسبة وكويسة على اللي بتقدمه العربية. ومع تاني عربية معانا في الفئة العائلية دي وهي جيتور X70، أول حاجة نتكلم عنها المحرك، وبتيجي العربية بمحرك قوي تربو 4 سلندر سعة 1.5 لتر وبيولد قوة 147 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن ومتصل بنقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات، وبتتسارع X70 من ثبات حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 10 ثواني بس، وده رقم كويس جدا كونها عربية عائلية وسرعتها القصوى بتوصل ل 180 كيلومتر في الساعة، وبتستهلك في المتوسط 8.2 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. ومع محرك قوي كده لازم تبقى العربية فيها وسائل أمان للركاب، وده يخلينا نتكلم عن تاني حاجة وهي وسائل الأمان، والعربية فيها باقة أمان وأنظمة متطورة. بداية كده فيها عدد 2 وسادة هوائية وفرامل مناعة للانزلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل وبرنامج الثبات الإلكتروني ونظام مراقبة ضغط الإطارات وأنظمة مساعدة عن صعود المرتفعات وفرامل يد كهربائية وعجلة القيادة كهربائية. طيب نروح لتالت حاجة وهو الشكل الخارجي، والعربية شكلها ملفت جدا على الطريق ومميزة، وده جاي من مصابيح خلفية ليد وأضواء نهارية ليد للمصابيح الأمامية اللي بإضاءة هالوجين وجنوط رياضية 18 بوصة والمرايات الجانبية كهربائية وكاميرا خلفية وفتحة سقف بانوراما. رابع حاجة هي الكماليات الداخلية، واللي الصانع الصيني ما بخلش فيها وزودها شاشة بتعمل باللمس مقاس 10 بوصة وكمان بلوتوث ومدخل USB وعدد 6 مكبرات صوتية وكمان قفل مركزي أو سنترال لوك ومكيف هواء مع وجود فتحات تكييف للكنبة الخلفية وزجاج كهربائي ولوحة عدادات رقمية. خامس حاجة معانا بقى والأخيرة هي الأسعار، العربية بتيجي في فئتين، الأولى 510,000 جنيه والفئة الثانية 550,000 جنيه. وأخيرا مع تالت عربية من فئة ال7 مقاعد وهي اليابانية سوزوكي إرتيجا. أول حاجة معانا مواصفات المحرك، والمكون من 4 سلندر تنفس طبيعي اعتمادي سعة 1500 سي سي وبيولد قوة 103 حصان مع عزم أقصى للدوران 138 نيوتن في المتر ومتصل بنقل حركة أوتوماتيك، والسرعة القصوى للعربية 170 كيلومتر في الساعة، وبتستهلك بمعدل 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وده رقم برضو كويس جدا. تاني حاجة واللي لازم تبقى أول حاجة نبص عليها في أي عربية نشتريها وهي عوامل الأمان والسلامة، خصوصا إنها عربية عائلية. سوزوكي إرتيجا 2022 فيها عوامل الأمان والسلامة كويسة جدا، نظام فرامل
فرامل منع للانزلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، عجلة قيادة كهربائية نظام إيموبليزر ضد السرقة، وسائد هوائية للسائق وللراكب. ثالث حاجة في الشكل الخارجي بالطابع الياباني من سوزوكي، واللي بتيجي بجنوط 15 إنش وإطارات مقاس 185/65، مصابيح أمامية وضباب هالوجين، ومصابيح خلفية ليد وأضواء نهارية ليد، ومرايات كهربائية بالكامل. رابع حاجة هي الكماليات والتجهيزات الداخلية، واللي ما كانتش للأسف أحسن حاجة في الفئة دي. العربية فيها القفل المركزي وإمكانية التحكم في الصوت من عجلة القيادة، وتكييف هواء يدوي وMP3 وراديو مدخل USB وAUX. وأخيراً مع الأسعار، العربية للأسف متوفرة بفئة واحدة بسعر 590,000 جنيه. أنتوا كمان عرفونا بقى في الكومنتات محتاجين تعرفوا فئات إيه تاني، وما تنسوش تتابعوا منصة الأموال سيارات وهيوصل لكم كل جديد في سوق السيارات.